سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس؟ كل شيء بخير، اموركم هانيه. اليوم غنديكم معايا لواحد حفل، دايرين مفاجاه لواحد الصديقه ديالنا، دايرين لها عيد ميلاد سيربريز. والمهم بغيتكم تعيشوا معايا هاد اللحظات. دابا غادي نمشي نهز ليها التورته اللي صاوبنا ليها في الباتيسري، وغادي تشوفوا الاجواء ديال الاحتفال بالعيد ميلاد ديالها. وبقاو معايا ما تمشيو فين. كما شفتوا معايا، هذه هي الاجواء ديال عيد ميلاد اللي درناها سوربريز للصديقه ديالنا. صراحه فرحات مسكينه، فوجنا عليها شويه، وصراحه حتى حنا فوجنا وضحكنا شويه وبدلنا الجو مع هاد شحال هذا ما بقينا تلاقينا، يعني تقريبا شي جوج الاسابيع، ودوزنا واحد الامسيه رائعه رائعه صراحه، وضحكنا ونشطنا وشطحنا وما خلينا ما درنا في هذيك الامسيه، ودازت بسرعه بسرعه بسرعه. كنقول لها من هذا المنبر عيد ميلاد سعيد بطولة العمر ان شاء الله لكل البنيه ديالك، وحتى نتوما اللي تمنت شي حاجه الله يوصلها ليها. ونخليكم مع هاد اللقطات الجميلة من هاد الاحتفال اللي درنا الصديقة ديالنا. وإلى اللقاء، وما تنساونيش من لايك، واللي ما أبونيش يتأبونا عندي، خلوا لي شي تعليق زوين ومحفز. وإلى اللقاء.